كي تيبس لك شجرة تاع البرقوق بهذا الكيفية، السبب الأول اللي تفكر فيه حشرة الكابنود. بعد ما فتشنا الجذور لقينا العدو رقم واحد تاع اللوزيات دودة الكابنود. هو خنفوس كحل متوسط الحجم، يعيش داخل الشجرة ويتغذى من الأوراق. في بداية الربيع يبدأ موسم التزاوج، أنثى تاعو تهود قرب الجذور وتبيض أكثر من 200 بيضة. بعد 20 يوم يفقس البيض وينتقل الدود إلى داخل التربة عبر التشققات، ثم إلى جذور الشجرة وكذلك إلى أغصان الشجرة عبر الثقب والجروح. مرحلة النمو تاع الدودة قبل ما تولي خنفوس تدوم أكثر من 10 شهور. هي الأخطر بالنسبة للشجرة على خطرش اليرقة رايح تتغذى وتفسد النسيج الخشبي اللي تفوت معاه التغذية والماء. الشجرة اللي نهزوها بسهولة من الجدر فيها الشك. أهم الأساليب الوقائية: في بداية الربيع نلمو كامل الخنفوس قبل ما يتزاوج ونقضوا عليه، حرثوا التربة كثير باش نحطموا البيض ونبلعوا تشققات التربة. تنظيم السقي باش نقضيه على نسبة كبيرة من البيض والدود. نجدروا الأشجار المصابة ونحرقوها. نبلعوا بالماستيك كامل الثقوب والجروح اللي في الشجرة. العلاج يصعب لما تنتشر العدوى. يمكن استعمال الحشرات النافعة كعلاج بيولوجي. نذريو مبيد حشري قوي حول الجذور، ننكشوه ومن بعد نسقوه مليح باش يهود حتى